أستاذ ماهر، إذن الاقتحامات مستمرة، خطورة تكريس هذا الأمر دون اهتمام سياسي شعبي إعلامي. أستاذ ماهر، أنا معك، تفضل. أسألك عن خطورة تكريس الاقتحامات مرة أخرى في هذه المرحلة بشكل دوري. نعم أخي الكريم، يعني دعني أركز على نقطتين أساسيات. النقطة الأولى أنه بعدما فشل في إثبات وجود له أو إثبات وجود تاريخي له من خلال الحفريات تحت المسجد الأقصى في مدينة القدس، بدأ الآن بصنع تاريخ مزيف من خلال اعتناء البيوت، تسريب بالأراضي لحتى يوجد له ملكية في محيط هذا المكان، لأن نحن نعلم أن هدفهم من اليوم الأول لاحتلال فلسطين هو المسجد الأقصى. هذا الجانب. الجانب الآخر قضية الاقتحامات. نحن نعلم تماما أن الاقتحامات في الآونة الأخيرة زادت، ومن يهمش الجانب الديني لدى المحتل أو العقيدة اليهودية التي يحملها هذا المحتل فهو إما جاهل وإما لا يعلم عن هذا الاحتلال شيء. الاحتلال كثف من هجماته في بداية 2017، يقول من أيام البوابات كان الهدف هو السيطرة على المسجد الأقصى من الجهة الغربية والجهة الشمالية من باب السلسلة ومن باب الأصباط، وكنا نحن كمقدسين بإفشال هذا الخطط، وكان فشلا ذريعا للاحتلال، وكانت وسائلنا سلمية، اعتصامات وتجمعات وصلاة، وكانت هناك ضجة عالمية ومساندة إسلامية وعربية ودولية، وتم هزيمة المحتل في تلك الواقعة. جاء الاحتلال بمخطط باب الرحمة، وأيضا تصدينا له كمقدسيين. طبعا عندما نتصدى لا نملك سوى الإرادة والتصميم والوجود في وجه هذا المحتل عن جهيته وسلاحه. بعد في 2020 كان هناك اجتياح كبير لهم، خاصة كان في يوم العيد الأضحى، أيضا تصدينا بكل قوة ولمسنا في معركة سيف القدس أو في معركة رمضان أنه كان هناك نية لرفع العلم الإسرائيلي داخل المسجد. أستاذ ماهر، أتحدث عن الانتهاكات الحالية الآن. أستاذ ماهر، أستاذ ماهر، يا أستاذ ماهر، لكن دعني أوضح نقطة أخي الكريم. ما لمسناه في الآونة الأخيرة خلال الشهرين الفائتات أن الاحتلال بدأ بنهج جديد، وهو صناعة الحدث. صناعة الحدث هي تحتاج إلى تفسير، تحتاج إلى تحليل، حتى يدخل المسجد الأقصى ويفرغ من جميع المصلين، من جميع من يتواجد في المسجد الأقصى، ثم يفتح المجال للجحافل أو للمستوطنين بالدخول تحت حراسة مشددة. نحن كمقدسيين لا نملك قوة للدفاع عن المسجد إلا بتواجد، لا نملك. أستاذ ماهر، أستاذ ماهر، حتى أستاذ ماهر، تسمعني أستاذ ماهر؟ نعم. حتى نلخص ونختم، بحسب تقرير هيئة علماء فلسطين، التقرير الشهري المتعلق بالاعتداءات الصهيونية على مدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك، هذه اقتحامات مستمرة رافقتها هدم، أعمال هدم لما لا يقل عن 20 بيتا ومنشأة في أحياء القدس المختلفة، وهناك اعتداء حصل على وقفة تضامنية أيضا مع أهالي حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة. زخم العدوان والاعتداءات والهدم والاقتحامات للمسجد الأقصى المبارك، هل تراه يتجه نحو التصعيد أكثر؟ وأي رد مطلوب للجم هذا العدوان؟ أخي الكريم، القدس تتعرض إلى تهويد، والمسجد الأقصى يتعرض إلى محاصرة من خلال البيوت، من خلال الشيخ جراح. الشيخ جراح شرحناها في حلقة سابقة، هي بؤرة استراتيجية إذا تم السيطرة عليها يستطيعون وصل الجانب الغربي بمنطقة التل الفرنسية، والجانب الغربي بمنطقة التل الفرنسية وأحياء الجامعة العبرية، وهذا يفصل المنطقة الشمالية للقدس عن باقي المدينة. القدس تتعرض لسياسة تهويد وهي في تصعيد دائم، وأنا أركز ولا أعلم من يسمعنا ممن لهم أو لا يستطيعون تحريك الشارع العربي والإسلامي. لا بد من وقف
لابد من التصدي لهذه الهجمة. التسريب البيوتي سلوان ليس تسريب غرفة أو غرفتين، 20 بيت، الهدم الهدف منه إيجاد ما يسمى مدينة داود وطريق إلى المسجد الأقصى. نحن نقول القدس في خطر، تحركوا يا مسلمين. شكرا أستاذ ماهر الصوص. المقدسي يستطيع أن يدافع، المقدسي رأس الحرب، لكن أين بقية الحرب؟ أين من يحمل هذه الحرب؟ شكرا جزيلا لوجودك معنا الناشط المقدسي ماهر الصوص. بإمكانكم مشاهدينا أن تطلعوا على التقرير الشهري لهيئة علماء فلسطين والمتعلق بالاعتداءات الشهرية بحق الأقصى والقدس المحتلة. بإمكانكم الاطلاع على هذه التقارير الدورية من خلال موقع الهيئة على الإنترنت. شكرا لمتابعتكم هذه الحلقة من استديو التاسعة. دمتم في أمان الله وحفظه.